نشرة الأخبار من قناة بيغ تي في، أهلا بكم إلى برازيل. عناوين: تقليص مدة الخدمة الوطنية أهم الملفات التي ناقشها مجلس الوزراء اليوم. الانفلات الأمني بليبيا يضع الجزائر في أقصى درجات التأهب. جبهة المعارضة في مفترق الطرق لتحديد موقفها عشية انطلاق المشاورات حول تعديل الدستور. صديق الثورة الجزائرية جون لوي هيرس يوارى الثار اليوم. وفي فرنسا مانويل فالس ينشط تجمعا شعبيا ببرشلونة. وتتابعون في نشرة أيضا روبورتاج حول ضحايا زلزال 21 مايو 2003، المعاناة التي لم تنتهي. أهلا بكم إلى التفاصيل. اجتمع اليوم مجلس الوزراء مجددا بعد ذلك المنعقد يوم 7 مايو الجاري للمصادقة على مخطط عمل حكومة سلال للعهدة 4 للرئيس بوتفليقة، الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة الربيعية الحالية، وذلك تنفيذا للمادتين 79 و80 من الدستور. يأتي الاجتماع الثاني للوزراء بعدما كان الرئيس قد وجه الأسبوع الماضي تعليماته للفريق الحكومي بشأن الملفات ذات الأولوية في الفترة المقبلة. الاجتماع تضمن المصادقة على القانون الجديد للخدمة الوطنية، كما شمل المصادقة على برنامج عمل حكومة الوزير الأول عبد الملك سلال قبل تحويله إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والذي ركز على 8 نقاط أساسية أبرزها مسألة التقسيم الإداري والتعجيل بتنصيب المجلس الأعلى للسمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة. كما أشرف الرئيس بوتفليقة على مراجعة التوافقية للدستور التي انتهت مرحلتها الأولى في توزيع مسودة الاقتراحات، وكذا دعوات الحضور على الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني. في انتظار المرحلة الثانية وهي جلسات الاستماع التي ستعقد في شهر جوان المقبل، وهي المحطة التي قررت العديد من الأحزاب المعارضة عدم المشاركة فيها على غرار تنسيق تنسيقية الانتقال الديمقراطي وعدد من أحزاب قطب التغيير وعدد من رؤساء الحكومات السابقين. استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر. هذا وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية رمضان العمامرة والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الدفاع الفرنسي للجزائر منذ وليه منصبه قبل 2، حيث أكد وزير الخارجية رمضان العمامرة أنها فرصة هامة لحوار سياسي رفيع المستوى ومناقشة القضايا الاهتمام المشترك بين الجزائر وفرنسا على غرار مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والوضع الأمني بمالية. من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الفرنسي لودريان أن الإرهاب يعد عدوا مشتركا، وأن القضاء عليه مسألة تخص دول المنطقة وكذلك فرنسا وأوروبا. أما وزارة الدفاع الجزائرية من جهتها ذكرت اليوم في بيان لها أن المحادثات التي جرت كانت فرصة للتباحث حول علاقات التعاون العسكرية الثنائية والنظر في طرق ووسائل تمتينه وتنويعه بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين. فرصة ثمينة من نوعها تأتي في إطار التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وتتزامن مع الأوضاع المتفجرة في ليبيا ومالي. فيما ينتظر أن يحل وزير الخارجية الفرنسي لوغون فابيوس بالجزائر الأسبوع المقبل. أثارت عملية اختطاف رئيس الوزراء الليبي والتفجيرات والاغتيالات التي تشهدها ليبيا والتناحر بين المجموعات المسلحة التي حلت مكان الدولة في بعض المناطق مخاوف من أن تصبح ليبيا قاعدة لتصدير الإرهاب نحو دول الجوار. عملية اعتقال القوات الأمريكية لأبي أنس الليبي جعلت البعض يتحدث عن احتمال تدخل الدول الأجنبية في ليبيا لردع الإرهاب وحماية مصالحها. فالأوضاع لم تستقر بعد في ليبيا منذ اعتقال أبو أنس الليبي، وتعددت الروايات حول حقيقة ما يجري هناك. فما يحدث في ليبيا من عدم استقرار أمني وانحلال في مؤسسات الدولة التي لم تحكم بعد سيطرتها على كل مفاصل البلاد وخاصة على المجموعات الإسلامية والجهادية المسلحة، بدأ يثير مخاوف دول الجوار المعنية مباشرة بما يحدث هناك نظرا لانعكاس هذه الأوضاع وتأثيرها على استقرارها. ومن بين هذه الدول
الجزائر وتونس التي رفعت درجة تأهبها على الحدود المشتركة. فتخوف دول الجوار وحتى الدول الأجنبية مما يحدث في ليبيا ترجم على أرض الواقع خلال عملية اعتقال القيادي في تنظيم القاعدة أبو أنس الليبية في عملية قامت بها القوات الخاصة الأمريكية في قلب العاصمة الليبية طرابلس. وتتضارب الأخبار حول علم الأجهزة الأمنية الليبية بعملية الاعتقال الأمريكية التي تمت على أراضيها، وإذا تؤكد علمها المسبق بهذه العملية فإن ذلك قد يعتبر تسليما ضمنيا بأنها عاجزة بالفعل عن احتواء هذه الجماعات المسلحة والسيطرة عليها وتحييدها. وتندلع في ليبيا الآن معارك بين قوات الجنرال السابق خليفة حفتر وميليشيات إسلامية، وبدأ حفتر هجومه ضد الإسلاميين الأسبوع الماضي دون أمر من رئيس الأركان الليبي، وأسفرت تلك المعارك عن مقتل 77 شخصا حتى الآن. ويبدو هذه المعارك أنها قد زحفت إلى الجزائر، حيث أفادت مصادر إعلامية جزائرية عن مقتل 3 من البدو الرحل بقرية طرات بإليزي على يد ميليشيات ليبية مسلحة. يعتزم قطب التغيير والذي يضم أحزاب دعمت المرشح علي بن فليس في الانتخابات الرئاسية توزيع عضوية القطب لقوى وأحزاب أخرى بعد فك الارتباط مع أحزاب قبلت دعوة المشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور. كما اعتبر قطب التغيير اقتراحات تعديل الدستور بالمحدودة والسطحية وليست السبيل للبحث عن حل للأزمة. من جهة أخرى أجلت الأحزاب المنضوية في إطار التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي المصادقة على الأرضية السياسية المتعلقة بندوة الانتقال الديمقراطي نظرا لعدم العثور على أماكن شاغرة يوم 7 جوان القادم، ويطرح هذا التعبير عدة تأويلات حول الأسباب السياسية لتأجيل هذه الندوة. وإذا كانت المقاطعة يرى فيها البعض أنها انتصار وصمود في مواجهة السلطة، فهذا الانتصار لا يجد معناه إلا في مدى نجاح ندوة الانتقال الديمقراطي وانضمام قطب التغيير وشخصيات مؤثرة لها وزنها في الساحة السياسية. في أولى خرجات وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي وعلى هامش يوم الطالب المصادف للتاسع عشر ماي من كل سنة، قال مباركي إن نسبة البطالة بين الجامعيين المتخرجين حديثا في الجزائر لا يتجاوز 10%، وهو الأمر الذي نفته حتى الجهة المخولة رسميا لإعطاء الإحصائيات، إذ بلغت نسبة البطالة في أوساط الجامعيين في 2013 حسب خلية الاتصال على مستوى الديوان الوطني للإحصاء 14.3%، وتتحدث أوساط أخرى داخل الجامعات لوصول النسبة في الواقع إلى 48%. ويصنع واقع المتخرج من الجامعات في الجزائر مشكلا عويصا في عدة اتجاهات، إضافة إلى مشكل إيجاد عمل في تخصصه تبقى الوضعية الاجتماعية أيضا عائقا في اندماج هؤلاء المتخرجين، خاصة فيما تعلق بإيجاد سكن، إذا ما علمنا أن نسبة كبيرة من المتخرجين ينحدرون من مناطق مختلفة عن تلك التي زاولوا بها دراستهم. وضعية الجامعيين المتخرجين عندنا لا تسر أبدا، إذا ما قارناها أيضا بوضعية المتخرجين في بلدان ككندا واليابان، هذه الأخيرة التي أحصت في مارس الماضي فقط نسبة 94% من الجامعيين الذين وظفوا فور تخرجهم. تضاربت العديد من الآراء حول مدى فعالية وقدرة الجزائر على تفعيل تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط وفق المعايير التي وضعت لأجلها، ويتوقع أن ترسل المطبعة الرسمية نهاية الأسبوع الجاري الاستمارات المتعلقة باستخراج رخص السياقة الجديدة والرخص بالتنقيط إلى مختلف الدوائر الإدارية عبر تراب الوطنية، والتي ستكتفي في بداية الأمر بتوزيع هذه الوثيقة على الحائزين الجدد على رخص السياقة في انتظار تحديد وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة النقل طريقة استدعاء لكل المواطنين ليتم تسليم أولى رخص السياقة نهاية الشهر الجاري حسب ما أكدته وزارة النقل. هذه الأخيرة قررت اختيار اللون الأزرق بالنسبة لرخص السياقة الجديدة، ومدة صلاحيتها 2 سنين، وتسلم للفائزين الجدد في امتحانات السياقة بهدف تسهيل عملية المراقبة عند نقاط المراقبة المرورية. أما بالنسبة لرخص التنقيط فهي عبارة عن كتيب صغير بلون أخضر يضم 12 ورقة ورقم تسلسل خاص، خصص له رصيد يضم 24 نقطة، وفي حال استكمال سحب كل النقاط يتم تحويل
السائق إلى مدارس تعليم السياقة لإعادة اجتياز عدد من الامتحانات ليسترجع نقاطه الضائعة، وهي ما تعتبره وزارة النقل أداة بيداغوجية تهدف إلى جعل السائق يتحمل مسؤوليته في الطريق والحد من حوادث المرور. كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة عن التكلفة المالية للحج للموسم الحالي، والتي حددت ب 350 ألف دينار، أي ما يعادل 35 مليون سنتيم. كما أكد بربارة أن التحضيرات الخاصة بموسم الحج تجري في ظروف جيدة حتى يتم تفادي المشاكل التي وقعت في الموسم الماضية، مشيرا إلى أن ديوان الحج عازم على إنجاح موسم الحج لسنة 2014. وفيما يخص حصة الجزائر من عدد الحجاج لهذا الموسم، أوضح بربارة أنها حددت ب 28800 حاج على غرار الموسم الماضي، وعلى غرار جميع البعثات في الدول العربية والإسلامية التي شهدت تقلصا في حصة الحجاج بسبب أشغال البناء والتهيئة والتوسعة بالحرم المكي. هذا وسيتم تنظيم لقاء تحسيسي غدا الخميس لأخذ الاحتياطات الصحية فيما يخص فيروس كورونا، إذ تعتزم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إعطاء توجيهات للمعتمرين فيما يخص التلقيح ووضع الكمامات والابتعاد عن الازدحام. كما طمأن الشيخ بربارة أيضا جميع الحجاج الجزائريين بخصوص الأمراض، مستشهدا بعدم تسجيل أي حالة للمعتمرين الجزائريين الذين بلغ عددهم 157 ألف منذ بداية موسم العمرة. نوري اليوم جثمان والصحفي المدافع عن القضية الجزائرية خلال حرب التحرير جون لوي هيرست الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي بفرنسا عن عمر يناهز 78 عاما بمقبرة المسيحية بديار السعادة بالجزائر العاصمة. Je vais maintenant remercier particulièrement monsieur l'ambassadeur d'Algérie en France qui permet ici d'exaucer les dernières volontés de mon père et de ma mère. Merci pour ma fille et les générations futures qui arrivent et qui se retournant vers le passé peuvent ainsi comprendre d'où ils viennent. Il est resté fidèle à l'Algérie jusqu'à maintenant, donc le dernier mot pour rendre hommage à sa fille Annick qui a perdu également sa maman il y a 2 ans. Donc les deux ont manifesté le désir d'être enterrés dans ce pays, dans cette terre qui nous est tous très chère. هذا وأشادت شخصيات تاريخية ورفقاء الفقيد، وكذا ممثلين عن وزارة المجاهدين والشؤون الخارجية، وكذا وزارة الداخلية بخصال الراحل والمناضل. Et Jean-Louis Hurst en fait partie. Et il est important de lui rendre hommage et de rendre hommage à tous ces Français que l'Algérie ne doit pas oublier et que l'historiographie algérienne ne doit pas oublier et doit leur rendre hommage et que leur mémoire soit perpétuée. الفقيد جون لوي هيرست عرف بتبنيه الأفكار الوطنية وانفتاح وعيه على الواقع الاستعماري منذ سن المراهقة من مواليد 1935 بنانسي بفرنسا، عضو في شبكة حاملي الحقائب الداعمة لجبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية. عرف من خلال كتابه لو ديزيرتور، وهي سيرة شخصية وقعها باسم مستعار موريان. جون لوي هيرست إنسان انتصر للإنسانية على المطامع الأنانية، فنال شرف مساندة الحق على الباطل. يترأس اليوم الوزير الأول الفرنسي مانويل فالز ببرشلونة تجمعا انتخابيا في إطار دعم مرشحي الحزب الاشتراكي الكتالوني للانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها يوم 25 مايو الجاري. وسيحضر هذا التجمع إلى جانب المرشح الاشتراكي الديمقراطي لرئاسة الاتحاد الأوروبي مارتن شولتز، رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق فيليبي كونزاليت، وقادة الحزب الاشتراكي الكتالوني. كما سيلقي الوزير
الأول الفرنسي كلمة باللغات الكتالانية والإسبانية والإنجليزية، يدعو فيها إلى التصويت بكثافة على مرشحي الحزب الاشتراكي حسب ما أفادت به صحف محلية نقلا عن مصادر رسمية من الحزب الاشتراكي المحلي. هذا وكان مانويل فالس الذي ينحدر من أصول كتالونية قد دعم سنة 2011 المرشح الاشتراكي للانتخابات البلدية في مدينة خيرونة بيا بوش، والتي لم تتمكن من الفوز. قتل 17 شخصاً في هجوم شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة على قرية شمال شرقي البلد حسب ما أفادته الأنباء الواردة من نيجيريا. ويأتي الهجوم بعد يوم من مقتل 118 شخصاً في هجوم مزدوج بقنبلتين في أحد مدن ليبيا، يشتبه كذلك في أن بوكو حرام مسؤولة عنه. وأفادت التقارير بأن مسلحي بوكو حرام أمضوا ساعات وهم يقتلون وينهبون قرية الأغرن الواقعة بالقرب من منطقة شيبوك التي شهدت اختطاف الجماعة أكثر من 200 تلميذ من المدرسة. أصدرت المحكمة المصرية حكما بسجن الرئيس المصري السابق حسني مبارك 3 سنوات بعد إدانته باختلاس أموال عامة. كما أدين نجلة علاء وجمال في القضية نفسها وحكم على كل منهما بالسجن 4 سنوات. ولا يزال مبارك البالغ من العمر 86 عاما يحاكم في قضية أخرى تتعلق بسوء استغلال السلطة والتآمر لقتل متظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 التي أجبرته على التنحي عن منصبه. وكان مبارك قد أدين بتهم تتعلق بالمتظاهرين في عام 2012 مع وزير داخليته السابق حبيب العادلي وحكم عليه بالسجن المؤبد. ذكر شهود عيان اليوم أن انفجارات ومعارك ضارية بأسلحة مضادة للطائرات شهدتها المنطقة المحاذية لمعسكرين تابعين للجيش في العاصمة الليبية طرابلس منذ ساعة مبكرة من نهار اليوم، وقعت بالقرب من ثكنة اليرموك في حي صلاح الدين. ووقعت أيضا معارك ضارية بالقرب من معسكر للجيش في ضاحية تاجورة الشرقية. وتكافح ليبيا في الوقت الحالي الفوضى مع عجز الحكومة المركزية عن السيطرة على الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، لكنها تتحدى الآن سلطة الدولة. نبدأ أخبارنا الثقافية بوجهتنا إلى مهرجان كان السينمائي في طبعته 67، حيث تم أمس عرض الفيلم القصير باساجا نيفو لمخرجه الجزائري أنيس جعاد ضمن مسابقة شورت فيلم كورنر. الفيلم الذي يعد الوحيد من حيث المشاركة الجزائرية في المهرجان يروي في 23 دقيقة حياة بائسة وروتينية لعامل متقدم في السن رشيد بن علال، والذي يسهر على تأمين المسار نهارا وليلا بقرية جزائرية، والذي يتلقى رسالة ستعمل على تغيير يومياته. ويريد المخرج من خلال هذا العمل السينمائي أن ينقل للمشاهد عزلة الرجل الذي تتمثل صلته الوحيدة مع العالم الخارجي في الاستجابة للنداءات التي تعلن عن مرور القطار. ونختم أخبارنا الثقافية بالحفل الذي سيحييه نجم الأغنية الفرنكفونية ستروماي يوم 30 من الشهر الجاري بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي بالجزائر العاصمة في أول زيارة فنية له إلى الجزائر. ستروماي البلجيكي الأصل ولد سنة 1985 ببروكسل، وأصدر أول ألبومه تحت عنوان تي سنة 2009، والذي توج سنة 2011 بألبوم الموسيقى الإلكترونية، واشتهر بأغنية ألور أون دانس واحتل المرتبة الأولى في عدة مسابقات موسيقية. وفي سنة 2013 حقق ألبومه غاسين كاغي نجاحاً تجارياً كبيراً بعناوين بارزة على غرار بابا أوتي بأحسن كليب في المهرجان الدولي للفيلم الفرنكفوني لنامور ببلجيكا. لتستمر نجاحات الفنان بحصده العديد من الألقاب والجوائز على آخر ألبوماته. وبهذا الخبر نأتي لختام نشرتنا لنهار اليوم. أطيب الأوقات مع باقي برامج قناتكم بوغ تي في. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. 21 مايو 2003، 11 سنة على زلزال بومرداس، تاريخ حفر في ذاكرة سكان بومرداس وشرق العاصمة جيداً.
هذه المأساة نجمت عنها معاناة أخرى اسمها سكان الشاليهات. قناة بير تي في زارت حي شاليهات عميروش برغاية لتفجع بالأوضاع المزرية التي تنغص لذة الحياة وافتقارهم لأبسط ضروريات العيش الكريم. الوضعيات أنا راح نهبلوا هنا أخويا، رانا خلاص قرمدنا كاع، ولينا عندنا ديبريسيون كاع، مرضنا الشاليهات 10 سنين احنا في الشاليهات من 2004 احنا هنا كل يوم بروموز بروموز، ما عطونا السكنه نعطيكم السكنه كاع، مرضونا راه مهبلونا كاع. والوضعيه تاعنا شوف فيها الشاليهات كاع مكسرين، الزوبيا دايره بينا حاجك الطومبات فيران، الناس كاين اللي راهم في الشالي، راهم في الشالي اربعه من الناس مزوجين لداخل حم باباك شومبره واحده فيها زوج عباد زوج ليجان راقدين، كاين اللي ولادهم راقدين تما. عندنا هنا خمس سنين وكاين عندهم 10 سنين وعدونا يعطوني ديسيجن 18 شهر، رانا في خمس سنين هنا، هادي شاري طاب وراب وخلاص مرضنا ولادنا مرضوا والمجتمع كاع مرض. ها كيف انا كنت في فلوتسون ميشيل جيت القبه وراه المترو بالذات قاسونا تما، كنا دور تاع قرمو تاع حوش كيما نقولوا حنايا، وقاسونا وقاعدتك وعدونا ب 18 شهر يرحلونا. وذوك الشاليات هذو تاعنا احنا هنايا محقورين، كرهنا من الوعود، يجيو الوعود هاكم نرحلوكم، ها على شهر، ها على 15 يوم، ها على شهرين، لكن احنا منسيين تماما. وجاو جاو تاع الدائره وتحرقوا الشاليات، احنا تحرقوا، وجا المسؤول تاع الدائره وجا شيخ البلديه وهدرنا معاهم وواجبونا وقال لك يا ودي اصبروا لنا منا على واحد الشهر باذن الله باذن الله نهزوكم. ملي تحرقوا الشاليات عندهم ثلاثة شهور ما كان حتى واحد طلع عليهم، ولخر فيهم هنايا لخر فيهم عنده ربع سنين، شاليات مخدومين على عام دي باناج، ماهمش مخدومين باش يقعد الانسان فيهم ربع سنين وخمس سنين وعشر سنين. قالوا هنا الشاليات نقول لك شاليات تاع الرغاية ما عندهمش حتى واحد اللي يطلع عليهم، ولا حتى تقول ماهمش جزائريين كاع. وخلال زيارتنا الاستطلاعية اقتربنا من إحدى العائلات والتي تشغل الشالي منذ 11 سنة توالت السنين ودار لقمان على حالها، عائلات رحلت وأخرى تنتظر وطال الانتظار. الأدلة تاع ضحايا الزلزال تاع 2003 لو 21 ماي، احنا من المنكوبين هام بالوثائق تاعنا راكم تشوفوا فينا، وحنا ماشي جدد هنا في الرغاية، احنا عندنا عقد هم سنية فيه الله أعلم عبد القادر بوحارة فوقت هو ريبو مدين. اليوم رانا 11 سنة احنا نطلبوا من الدولة تاعنا، نطلبوا من الوزير الوالي السيد زوخ ماذا به يعني شوفينا بين الاعتبار يديروا لنا حل. احنا الشباب احنا كاين هنا سيت اميروش كاين 40 واحد تما راهم زوجين ومع العائله تاعهم، يعني احنا نطلبوا من الدوله تاعنا تشوف لنا حل في اقرب وقت. هذا واكدت السلطات المحليه ان العائلات القاطنه بالشاليهات هي من اوائل العائلات التي ستستفيد من السكنات، فمن يستجيب لنداءات البراءه؟